السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي نزلته بخصوص الزراعة عن الأصايص، أنا عارف أن طول الفيديو كان طويل شوي جدا، ولكن في نقاط كثيرة احتاجت أن أغطيها في هذا الفيديو. أحد النقاط اللي حسيت أنها مهمة، وعلى أساس الناس اللي ما راح تطالع الفيديو كامل، راح أخصص هذا الفيديو على أساس أتكلم عن نقطة مهمة أو مشكلة تحصل مع الزراعة في الأصايص. عندي هذه الجهنمية صار لها تقريبا سنتين في هذه الأصايص ما تحركت. طبعا أغذيها NPK عالي الفوسفور على أساس أبغيها تورد، وهي الحين في بداية تزهير الورد الجديد. الشيء اللي لاحظته من فترة عليها اللي هو أنه بدأت تتراكم فيها الأملاح في الأصيص نفسه، وراح أراويكم عن قرب في أسفل الأصيص وعلى سطح الأصيص هني في تراكمات. فراح نتكلم اليوم عن إن إحنا كيف نعالج هذه التراكمات وأسبابها والخطوات اللي راح نستخدمها على أساس إن نحاول على الأقل إن نخفف من ضرر التراكمات هاي الأملاح على النبتة هذه. مثل ما احنا شايفين هني عندي في الأصيص وحتى في الصحن اللي تحت الأصيص في تكتل أملاح كثيرة، حتى متيمع على الأصيص وداخل الصحن أيضا. مثل ما احنا شايفين هذه كلها أملاح تراكمت. هذه مثل ما ذكرت في الفيديو اللي فات عن الزراعة في الأصايص، هذه بسبب شيئين، اللي هو المياه اللي نستخدمها عالية الأملاح وعالية المعادن، فمع الري تتراكم، وأيضا بالذات والنقطة الأهم استخدام الأسمدة الغير عضوية اللي هي الـ NPK أو اليوريا أو أيا كانت الأسمدة الغير عضوية. العناصر تكون في كريستالات أملاح، فلما نروي بها العناصر تمتصها النبتة، ولكن الأملاح تبتدي تتراكم في الأصيص، وممكن مع الري تبتدي تصير لهذه التراكمات، وأيضا داخل حد الأصيص راح أراويكم إياها أيضا. فإحنا كيف نتعامل مع هذه الأملاح اللي قاعدة تتراكم عندي في الأصيص، بالذات لما النبتة تكون في الأصيص مدة طويلة وما تنشال، كيف نتعامل معاها ونحافظ على صحة النبتة. فمثل ما احنا شايفين هني عندي في هذه الحد هني هذه البياض ايضا تراكم املاح بسبب الري بالأسمدة الكيماوية وكذا، فهذه ايضا املاح تراكمت. ومع الوقت لو تركتها راح الاحظ علامات تانية على التربة، ان التربة تبتدي لونها يصير أملح ونوع كأنه في عليها طبقة بيضة، نفس الطبقة هذه تبتدي تتعب التربة، وهذه راح يأثر على صحة النبتة بشكل كبير يعني. فراح نتكلم عن تنظيف الأصيص ومكافحة هذه التراكمات. أول خطوة راح أسويها اللي هي راح أستخدم اللي هي الفرشاة المعدنية، هذه فرشاة نحاس على أساس أحك التراكمات هذه من الصحن ومن الأصيص نفسه. فأول شيء راح أزيل النبتة وراح أتخلص من هاي الأملاح، وبعدين راح أبتدي أنظفها بالفرشاة. فنلاحظ أن الصحن فيها الطبقة البيضة وفي هذه، فراح بس أستخدم الفرشاة وأحاول أن أزيل كل اللي موجود من أملاح في الأصيص أو في الصحن عفوا، وبعدين راح أسوي نفس الشيء للأصيص نفسه. طبعا بالنسبة حق الأصايص السيراميك ما راح أستخدم فرشاة معدنية، لأنه ممكن راح تشمخ لي السيراميك، فما أستخدم فرشاة معدنية، أستخدم فرشاة تكون نايلون أو بلاستيك على أساس أحاول أزيل التراكمات هذه. فراح احاول انظف الاصيص والصحن، وراح نرجع للخطوه التاليه اللي هي معالجه التربه في الاصيص نفسه والتعامل معها.
مثل ما ذكرت في الفيديو اللي فات عن الزراعة في الأصايص، الطريقة اللي راح أحاول أتخلص فيها أو أغسل الأملاح من هذه الأصيص اللي هي أني أخذ زيلة بحجم هذه الأصيص أملأها بالماء وأصب الماء على دفعات كبيرة على أساس أن أسيل الأملاح وأذوبها من الأصيص. طبعا أنا ما عندي زيلة بهذا الحجم، عندي زيلة أصغر، فراح أسويها على دفعتين أو يمكن ثلاث دفعات. فبهذه الطريقة مجرد أصب كمية كبيرة من الماء كأني أغرق الأصيص. هذه زيلة واحدة وراح أخليها تنزل وتتشرب، وراح أملأ الثاني مرة ثانية الزيلة مرة ثانية، وراح أغسل التربة مرة ثانية على أساس نتأكد أن غسلنا التربة بشكل كامل. وهذه عندي الزيلة الثانية، وراح أخلي الماء ينزل ويتشرب على أساس يغسل لي التربة من الأصيص. هني نقطة مهمة أحب أتكلم فيها معاكم اللي هي الري، ذكرتها أيضا في فيديو المخصص عن زراعة الأصايص، ولكن راح أذكرها هني للمتابعين اللي قاعدين يشوفون هذا الفيديو وما شافوا الفيديو اللي عن زراعة في الأصايص. الري لما إحنا نروي مثلا كل يومين أو كل يوم ولكن كميات قليلة راح يسرع لي عملية تراكم هذه الأملاح في التربة، لأن تكون كمية بسيطة من الماء، فالماء ينزل إلى مستوى بسيط ويساعد في تراكم الأملاح بشكل كبير. لكن لما أخلي النبتة شوية جف، يعني 3-4 أيام أتأكد من التربة، أجيس التربة إن هي جافة، يعني أدخل صبعي في التربة وأشوف إذا التربة جافة. إذا فعلا جافة نعم أروي بكمية كبيرة من الماء علشان أروي الجذور كاملة، أروي الأصص كامل، وفي نفس الوقت أنا قاعد أغسل هذه الأملاح وأنزلها، وأيضا أقوي العروج في النبتة، لأن لما النبتة عروجها تجف تنزل تحت أكثر وتبحث عن الرطوبة وتحاول أن تمد نفسها إلى الرطوبة، ف النبتة تصير أقوى، جذورها تصير أقوى، الري يكون صحي أكثر، التراكمات هذه ما تصير بكثرة أو تصير بشكل أقل. فالري يكون شيء جدا مهم لما إحنا نتعامل مع النباتات ونحاول أن نكافح هذه التراكمات من الأملاح. أما بالنسبة إلى كم مرة في السنة نسوي هذه العملية، ممكن مرة في السنة بداية مثلا الموسم أو آخر الموسم، بعد يعني بعد ما النبتة خلصت نموها وكذا، أن تدش مرحلة بطء بغض النظر إذا كانت في الشتاء أو إذا كانت في الصيف، لما النبتة تبتدي تبطأ ممكن نسوي هذه العملية، لأن احنا بطبيعة الموضوع راح نسمد ونغذي أقل، فهذه فرصة أن احنا ممكن نسوي هذه العملية ونغسل النباتات. إذا كان التراكم جدا عالي ممكن نسويها مرتين في السنة، مرة قبل الموسم ومرة آخر الموسم أو بعد انتهاء الموسم الزراعي، على أساس مجرد نغسل الأملاح، وطبعا حسب وضع النبتة يعني. فأتمنى أن اللي ما شافوا فيديو الزراعة في الأصايص يشوفون فيديو الأصايص أو الفيديو المخصص عن زراعة الأصايص، وأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو المختصر عن هذا الموضوع، تراكم الأملاح في تربة الأصايص وفي الأصايص نفسها. وإذا في عندكم أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.